أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم محترم برادرلر. بگون سيزلردن اعتبارنگزگا الله تعالانن 99 گزل اسملرنن برسه السلامنن معناس و سر حق دا حوال قلمز. الله تعالى قرآن كريم ده بزلرگ مرحمت قلب شن دي دي دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. صدق الله العظيم. معناسي إن جزال اسملر الله نكدر. الله كشو اسملر بلن دعا قلين. أعرف سورة 180 آيات. Assalom ismining ma'nosi har aybdan xoli va bandalarni turli xil tahlikalardan salomatlikka yetishtiruvchidir. Uning siri sizga dushmanlik qilayotgan kishini daf qilish uchun, ya'ni qaytarish uchun bu ismni 118 marta o'qiysiz. Allohning izni bilan dushmanlik qila olmaydi. Vallohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.